يا تامر، تامر تعال. اعتبر ان البيت بيتك. شكرا. وتحت امرك في اي اسعار تطلبها. الله يخليك يا فندم. تعال حبيبي، الاستاذ حسن المدرس الجديد بتاعك. اهلا. طيب عن اذنك. اتفضل يا فندم. حضرتك اديت دروس قبل كده؟ يعني ايه بقى اديت دروس قبل كده؟ عايزه اخطات من يا استاذ. مش من حقك اتاكد من صلاحياتك قبل ما احط مستقبلي بين ايديك؟ قلت ازاي يا سعاده البيت؟ وانت لسه شفت حاجه؟ لسه هي تمتحن بجدول الضرب. لا مش للدرجه دي. اصل بصراحه منظر حضرتك لا لا لا، مش بالمنظر يا ابني. نتكل بقى على الله. ليه؟ ما انت لسه قاعد. لا نتكل على الله نبتدي الدرس. وهو كذلك استعنا عشاء بالله. مين؟ لا ولا حاجة. يا أستاذ الساعة خلص وفيها ربع ساعة كمان، ما موراكش حاجة. أنا مش عايز أسيبك غير لما تكون فهمت. فهمت. طيب أجي بعد بكرة ألاقيك مخلص كل الواجب. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. استعنا عشاء بالله. مين؟ لا ولا حاجة. يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا دي المصيبه يا استاذ. يا نهار اسود يا جماعه اسعاف. يا دي المصيبه يا استاذ. ده باين مات. مات يا نهار اسود. طب هعمل ايه يا استاذ؟ يا ابويا هاني. يا رجلي انا فين يا اخي؟ خضتني على الفاضي. نعم خضتك على الفاضي. طبعا كان لازم اموت عشان ما تتخضيش على الفاضي. سلامة حضرتك من الخضة. طب قوم قوم ما تتصلبطش. تصلبط ده ايه؟ طب والله العظيم ما انا منقول من هنا بقى، وهتصلبط وهاتوا البوليس والنيابة والمدعي العام الاشتراكي. لا وهموت نفسي وهوديكي في 60 داهية. لا يا حبيبي لا ما ينفعش معايا. إذا كنت فاهم إن حركات ابتزاز الأموال اللي هتعملها معايا تقول لي مش قايمة لما تدفعي كذا مش دافعة عن إذنك. إيه يا ست أنت ده؟ تعالي هنا. إيه القوة بتاعتك دي؟ هي أروح الناس لعب عندك كنت هتقتليني من شوية وبتتكلمي كمان؟ ما هو أنا عارفة أشكالكوا كويس. مالها أشكال؟ نفذك حضرتك قوي. هتروح الاسم تعمل محضر ولا لأ؟ مش رايح لاسم ولا غيره. لو ما كنتيش واثقة إن أنا في الاسم هتبهدل هناك ما كنتيش قلتي تعالى نروح الاسم. منك لله اتكلي على الله. اتفضل شيل العجلة بتاعتك دي من هنا. بتسيبها إزاي؟ دي كسرت لك عجلتك وعظامك. معلش. معلش يعني ايه؟ هو انت مش بني ادم؟ يا عم قلت لك معلش بقى. اه معلش دي هي اللي مودياني في داهيه. يا عم انا اللي اتخبطت وانا اللي اتعورت، انا حر يا سيدي. لا لا مؤاخذه بقى، انت مش حر، خبطتك دي خبطه لينا كلنا. ايه يا عم انت من بتوع الاتحاد الاشتراكي بتوع زمان ولا ايه؟ يابا اضطره اضطره كده. انت حر، ذنبك على جنبك على بجوبنا. حول الله يا رب. اروح بيها ازاي دي؟ اعمل لها عمره من شهر يا جدعان. يا استاذ انا اسفه قوي، انا يظهر بوظت لك العجله بتاعتك، بس انت اللي غلطان، انت اللي طلعت في وشي زي الصاروخ كده. فعلا انا اللي غلطان يا استاذ، عشان العجله الحقيره دي خبطت في العربيه بتاعت سعادتك. معلش اصل مخها تخين، بشحمها فول وزيت وطعميه، انما دي بتاكل فطير وكيك وبطون سليت. حقك عليا يا عربيه. امسكي يا مؤاخذه، هبص جزمتها اهو. تعالى تعالى. طيب ثانية واحدة ثانية واحدة. اتفضل اتفضل. دول ايه دول؟ يا تصلح يا تشتري عجلة جديدة. خليهم لك يا استناني، احنا ما بنقبلش عوض. ابو دم عسل، كل من شاف جمالك بردك المثل. الله ايه حسن بيه؟ ايه اللي عمل في العجله دي كده؟ واحده 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 اموره بشكل اموره عليها جوز عينين. عمري ما شفت جوز عينين بندقي كده. اه يبقى كنت بتبصبص بقى. اقول كده انا بصبص؟ امال ايه؟ دي جتني نيله بصبص. طب النبي شوف حل البتاع دي، الجنزير والجدون حالتهم بالبلد. يا ابني انا ميكانيكي مش عجلاتي. ايوه ما انا عارف. ده كلام حسن بيه. انت صحيح ما بتفهمش في العربيات، يمكن تفهم في العجله. استحاله عشان خاطر نهايته. هات هات عربي مفتاح 12. حاضر يا
انا اقول لك استنى. خالي فوت على الجمعيه. جمعيتي اللي فوت عليها. امال انا هناكل زلط. طب اجري اجري ذاكر انت مالكش دعوه. حاضر. ماما بتقول لك لازم تعدي على الجمعيه. قلنا خلاص اجري انت. خد يا حسن بيه بتاخر تماما. الله يكرمك. طب انا حسابي ايه؟ حسابي ايه يا ابو علي عيب؟ ده كلام. ربنا يكرمك. سلام عليكم. السلامة. السلامة يا عسل.